السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحبابي مشاهدي ومشتركي ومتابعي قناة رسم محمد عبده. على الحب دائما نلتقي وفضل تعالى. لقاء جديد يا شباب، زي ما انتم شايفين ورايا في الصورة جنب 3D جميل جدا يعجبكم بإذن الله تعالى. بنشغل ده ازاي؟ بثلاث حاجات: شريط اللاصق اللي هو الديب، وقطع الكرتون، ومسدس الرشد. بس قبل أي حاجة يا شباب، بعد إذنكم وقبل ما نروح نشوف الشغل اللي ورانا ده اتعمل ازاي، بعد إذنكم ديكور النهارده شباب، ديكور 3D بينزل منه ورق حائط بكل الدرجات. يعني احنا النهارده معانا اللون الاصفر، فيه منه بينزل باللون الاحمر والاخضر والازرق والموف، منه هو اربع درجات عموما. والحقيقه الفيديو انا النهارده بعلن عن الفيديو الكامل بالخطوات بتاعته كامله، موجود في اول تعليق مثبت. ان شاء الله يا شباب حضرتك تخرج من هنا حالا، تروح على اول تعليق مثبت هتلاقي الفيديو كامل. اتمنى يا رب انه ينال اعجابكم، وما تنسوناش في لايك اسفل الفيديو وتعليق حلو منكم يشجعنا على الاستمرارية. ان شاء الله الفيديو كامل يا شباب في اول تعليق مثبت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.